النمسا اعتمدت على الغاز الروسي بسبب أخطاء السياسيين منذ عقود. استدعاء سفير النظام الإيراني للاحتجاج على سجن مواطن نمساوي. حكومة فيينا تقدم منح مالية جديدة لدعم السكان من غلاء الطاقة. نقابة العمل تطالب بإدراج إشارة واضحة على الأغذية التي تحتوي على حشرات. النمسا تسجل 92 ألف لاجئ أوكراني، 8000 فقط منهم يعملون. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على نمسا ميديا لهذا اليوم. وفي خبرنا الأول، أكدت دراسة اعتماد النمسا على الغاز الروسي في نهاية عام 2022 بما يقدر بنحو 71%، وذلك بسبب سياسات الدولة الخاطئة. وحسب دراسة لوكالة الطاقة توصلت فيها إلى أن الأخطاء السياسية على مدى عدة عقود هي السبب في الاعتماد على الغاز الروسي، حيث تخلى السياسيون عن دورهم من الستينيات وسلموا جميع المهام إلى الشركات وأصبح الغاز مسألة تجارية. وبحسب الدراسة تم التعرف على خطر الاعتماد المفرط مبكرا، ولكن تم رفضه باستمرار من قبل السياسيين. استدعت وزارة الخارجية النمساوية سفير النظام الإيراني في فيينا للاحتجاج على سجن مواطن نمساوي في إيران لسبع سنوات. وأعلنت الوزارة في بيان لها أنه تم الحكم على المواطن بالسجن بتهمة التجسس، مضيفة أنها قدمت احتجاجا للسفير على الحكم، وكان الرجل قد اعتقل في إيران منتصف أكتوبر العام الماضي، واعتقاله ليس له علاقة بالاحتجاجات الحالية، وهو ليس مزدوج الجنسية ولكن يحمل الجنسية النمساوية فقط. أعلنت حكومة فيينا عن تقديم دعم مالي جديد للسكان بقيمة 200 يورو في أبريل من هذا العام للتخفيف من أعباء ارتفاع أسعار الطاقة. وقال بيتا هانكي وزير الشؤون المالية، لن يضطر حوالي 90% من المستفيدين الحاليين التقدم بطلب الحصول على المنحة، وستلقون 200 يورو في أبريل بشكل تلقائي لكل من حصل عليها العام الماضي. أما بالنسبة لكل من حصل تغيير في بياناته فيمكنه تقديم الطلب بناء على إيصال خاص يصله عبر البريد. طمأنت نقابة العمل في النمسا العليا بأنه سيذكر الاسم اللاتيني والألماني على المنتجات الغذائية التي تحتوي على بودرة الحشرات. كما وطالبت النقابة بوضع إشارة واضحة على المنتجات الغذائية، وفي حال احتوائها على الحشرات التي تسبب الحساسية يلزم أيضا تقديم إشعار إضافي. ووفقا لخبراء النقابة لا تزال هذه الإضافات منتجات متخصصة وإنتاجها معقد للغاية ومكلف، لذلك لا يمكن افتراض أن الشركات ستستخدم الحشرات كبديل رخيص في الإنتاج. أعلنت وزارة الداخلية لجوء نحو 92 ألف أوكراني إلى النمسا منذ اندلاع الحرب في فبراير العام الماضي، وتمكن 8000 منهم من الحصول على عمل. وذكرت الوزارة الأوكرانيين ليسوا ملزمين بالتسجيل في مكتب العمل، وأنهم يحصلون على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية ويستخدمون وسائل النقل، إضافة لتوفير السكن والتعليم المجاني لهم. بدورها أعدت وزارة العمل خطة لدمج الأوكرانيين في سوق العمل نظرا لوجود فرص عمل كافية والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة. وهل برأيكم اللاجئين من بلدان الشرق الأوسط مندمجين في سوق العمل النمساوي، وهل يحصلون على فرص العمل؟
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا تعليقاتكم. كنت معكم أنا ريم أحمد، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.